أهلا بكم في النشرة الاقتصادية. ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة طفيفة هذا اليوم إلى مستوى 1874 نقطة بارتفاع نسبته 0.04%، وبلغ حجم التداول الإجمالي اليوم حوالي 7,500,000 دينار، وعدد الأسهم المتداولة 7,100,000 سهم نفذت من خلال 2964 عقد. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 138 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 43 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها و70 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها. أما على المستوى القطاعي فقد كان أداء السوق على النحو التالي: ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.67%، بينما انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي وقطاع الصناعي والقطاع الصناعي على النحو التالي: القطاع المالي كان نسبة الانخفاض 0.13%، أما القطاع الصناعي كانت نسبة الانخفاض طفيفة وبلغت 0.03%. هوت غالبية أسواق الأسهم في العالم متأثرة بالمخاوف من اندلاع حرب سوريا في منطقة الشرق الأوسط، فيما ارتفعت أسعار الذهب بسبب حالة الهلع التي أصابت المستثمرين ودفعتهم نحو المعدن الأصفر كملاذ آمن، بينما واصلت أسعار النفط أيضا ارتفاعها بسبب تصاعد وتيرة القلق بشأن الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط. وهبطت غالبية الأسواق في أوروبا، لكن الخسائر الأقصى تكبدها مؤشر داكس الألماني الذي تراجع بنسبة 1.3%، فيما تراجع مؤشر فوتس البريطاني بنحو نصف نقطة مئوية. أما أسواق آسيا منيت بالخسائر الأكبر، حيث تجاوزت التراجعات في غالبية أسواقها ما نسبة 1%، والأسواق الأمريكية التي فتحت بعد إغلاق آسيا وأوروبا عادت لترتد نحو تسجيل مكاسب طفيفة في تداولات اليوم بعد الخسائر التي منيت بها يوم أمس. يعيش الأردن حالة من القلق والترقب لتطورات الأوضاع في سوريا، وخاصة مع تزايد احتمالات تعرضها لهجمات عسكرية. وبالرغم من أن الحكومة أعلنت جاهزيتها للتعامل مع أي تطورات في الأزمة السورية، إلا أن انعكاسات سلبية خطيرة جدا قد تلحق بالاقتصاد الأردني. فقد بدأت الآثار النفسية تلقي بظلالها على الاقتصاد بشكل عام، وسرعان ما تراجع أداء بورصة عمان لثلاث جلسات متتالية. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني. مساء الخير دكتور خالد. مساء الخير ليلى. كما ذكرت يعني هناك حالة من التوتر تسود المملكة، حدثنا عن أبرز المشاكل التي قد تلحق باقتصادنا. دعنا نأخذ المسألة من أكثر من جانب، يعني بداية هل ستتأثر واردات وصادرات المملكة خصوصا التي تمر من العقبة؟ يا ستي بداية يعني أنا أتمنى أنه المجتمع الدولي والدول التي تدق طبول الحرب أن تستمع لما دعا إليه جلالة الملك اليوم وقداسة البابا في الفاتيكان من أن الحوار هو السبيل لحل الأزمة في سوريا، ولكن للأسف الشديد يبدو أن هناك توقعات أخرى. لا شك أنه مثل هذه الإرهاصات ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني. نحن نعلم أنه في حالة المناطق اللي فيها حالة حرب تزداد عليها أسعار التأمين بشكل كبير، وبالتالي ترتفع أسعار المواد، تتأثر الصادرات بشكل كبير، يعني تنافسية الصادرات أيضا بسبب ارتفاع الأسعار تكون عالية. أيضا موضوع النفط علينا لا ننسى أنه إحنا ما زلنا نعاني من العدوان السابق على العراق بارتفاع أسعار النفط، وهذا العدوان المتوقع قد يؤدي إلى أيضا ارتفاع الأسعار. هناك توقع يعني وأريد يعني ارتفعت أسعار النفط كمان عالميا صحيح. والتوقع يمكن أن يصل إلى 150 ل 200 دولار البرميل واحد، هذا بحد ذاته إذا ربطناه أيضا بالكلف على الكهرباء قد تتجاوز كلفته 2 مليار على الاقتصاد الوطني. علينا لا ننسى موضوع السياحة، موضوع سوق المالي كما أشرتي إليه، موضوع اللاجئين، زيادة اللاجئين. نحن نعلم أنه اللاجئ الواحد يكلف الخزينة بشكل مباشر حسب الدراسات حوالي 2000 دينار أردني. يعني اليوم وجود 1,300,000 لاجئ تقريبا أو مقيم ولاجئ يكلف الأردن حوالي 4 مليارات في السنة، هذا سيزداد أيضا كلما ازدادت أو إذا ازدادت أعداد اللاجئين. يعني نحن نأمل أن لا يكون هناك حل عسكري أو ضربة، لكن كل ذلك يتأثر بحجم هذه الضربة، بردة الفعل على الضربة، وبفترة أو مدى استمرار مثل هذا العدوان إذا 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 حدث. نعم، يعني في سؤال آخر، أنت ذكرت أعداد اللاجئين الموجودين عندنا في الأردن وأيضا الأردنيين، هل يوجد مخزون استراتيجي يكفي المملكة في حال أنه كان يعني هناك في ضربة عسكرية؟ يعني لا شك أنه موضوع اللاجئين موضوع
كانت الحكومة كما أشرت في عدد استعدادات مختلفة لكم اليوم وضعت لكن هذا أيضا يعني موضوع يضغط على الاقتصاد الوطني بشكل كبير، وهناك أعباء مالية كبيرة واجتماعية كبيرة من خلال وجود المزيد من اللاجئين على الأراضي الأردنية. نعم، الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أكد رئيس غرفة تجارة الأردن رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكبريتي على أن المستفيد الوحيد من تأخير الحاويات في العقبة وتعطيل أعمال التجار هي الجهة المستفيدة من رسوم الأرضيات، وطالب الحكومة بضرورة إعادة النظر بالاتفاقية الموقعة بين الحكومة الأردنية وشركة ميناء الحاويات لأسباب تتعلق بعدد الحاويات التي يجب الإفراج عنها يوميا، إضافة لتغير الظروف السياسية والاقتصادية في المنطقة والتي أحدثت تغييرات كبيرة منذ توقيع الاتفاقية وحتى الآن. وبيّن الكباريتي بأن العديد من الجهات تلقي باللوم على مؤسسة المواصفات والمقاييس، لكن الحقيقة بأنها قد تلعب دورا بسيطا بالتأخير من خلال أخذ العينات وانتظار النتائج، ولكن الواقع يشير إلى تكدس الحاويات في ميناء الحاويات وتوفر عدد قليل من الشاحنات لا يتناسب وحجم العمل. إن اجتماع اليوم كان الأساس منه هنالك شكاوي عديدة من التجار بتأخير خروج الحاويات من ميناء الحاويات إلى مستودعاتهم، وكان بعض الإخوان من التجار وخاصة شركات التخليص تلوم المواصفات والمقاييس على التأخير. فاليوم البحث إنه هي هل هي المؤسسة المواصفات والمقاييس التي تقوم بالتأخير البضائع أم جهات أخرى؟ لا، بالواقع وبعد البحث وجد هنالك أكثر من جهة تتحمل مسؤولية تأخير خروج الحاويات من ميناء الحاويات، وهي ميناء الحاويات أصلا أولا، ثم الشركات التي تتعامل بدخول الشاحنات إلى ميناء العقبة، وكذلك هنالك بعض التأخير من الإجراءات التي تتم في ميناء العقبة، فكلها أدت إلى تأخير الحاويات، وكذلك هنالك الضرر الناجم عن إضراب الجمارك الذي حصل قبل 3 أسابيع، مما زاد عدد الحاويات في ميناء الحاويات، وكلها بالنهاية أدت إلى تأخير الحاويات. وجدنا أنه هناك في بعض الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل هذه المشكلة بتزويد المكتب ب16 موظف فورا، وتم تزويدهم، إطالة فترة الدوام للساعة 7 مساء وأيام العطل الجمعة والأعياد، وستنتهي كل هذه الإشكاليات إن شاء الله قريبا. هناك فيما يتعلق بالأمور الفنية للمنتج، مؤسسة المواصفات ستطبق تلك القواعد لحماية مواطنها، سواء كانت علامات تجارية مقلدة أو بضائع ذات جودة رديئة أو أي شيء يتعلق بصحة وسلامة المواطن وحقوقه في تلك المنتجات. وتم النقاش اليوم في غرفة تجارة العقبة، وكان هناك توجه من إخواننا التجار بعدم إدخال أي بضائع تخالف. أطلقت وزارة العمل بوابة فرص العمل الموقع الواحد لخدمات التشغيل اليوم بهدف تقديم خدمات التدريب والتشغيل للباحثين عن العمل في موقع واحد. وتهدف هذه المبادرة التي أطلقت في مديرية تشغيل عمان الأولى برعاية وزير العمل ووزير السياحة الدكتور نضال قطمين ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن بيث بيج إلى تخفيف العبء المترتب على الباحثين والمتعطلين وزيادة أعداد المشتغلين وتقديم خدمات متخصصة لأصحاب العمل. ومن الجدير بالذكر بأن معدلات البطالة بين الشباب الأردني من أعلى المستويات في العالم، حيث تصل إلى حوالي 30%.